إلى نشام الأردن. خلونا نشوف الأردن والبحث العلمي ونماذج التطور والإبداع والريادة، ونكمل هاي الحلقة من بيت للكل. عمر محمد جراح طالب جامعي سنة ثالثة تخصص علوم الحاسوب في جامعة الحسين التقنية، حيث كانت بداية النجاحات والتميز منذ دخوله عامه الثاني في الجامعة ودراسته لمادة التحليل الذكي للأعمال، حيث ساعدت المهارات التي تعلمها في هذه المادة في الحصول على 3 وظائف بدوام جزئي كمحلل أعمال مع منظمة غير حكومية وفي القطاعين الحكومي والخاص أيضا. لم ينتهي نجاح وطموح عمر جراح هنا، بل كانت البداية لنجاحات كثيرة ومتميزة. عمر جراح نجاح وتميز، إرادة وتصميم، طموح بلا حدود. أنا اسمي عمر الجراح، طالب سنة ثالثة بجامعة الحسين التقنية، بدرس علم حاسوب، وحالياً عم بحاول أبلش شركتي الناشئة اللي بتساعد الشركات اللي بتستعمل تقنية البلوكتشين إنها تبدأ بمشاريعها الخاصة. ما شاء الله عليك، أنا شفت لك يعني من خلال سي في لحضرتك إنجازات طيبة ونشاطات مميزة، وهذا دليل إنه شبابنا الأردني دائماً لما بيكون في دعم له وفي متابعة في إنجاز. صحيح، صراحة الجامعة هون كثير فتحت لي فرص. بداية بلشت بسنة تانية أخذت مادة اسمها Business Intelligence. هاي المادة سمحت لي إني أشتغل 3 وظائف كلهم بشكل جزئي وأنا عم بشتغل. بعدين بداية بشكل آخر في مادة اسمها Entrepreneurship Bootcamp، مخيم ريادة الأعمال. فكرتها إن الواحد يطلع بفكرة ناشئة ويطورها من خلال برنامج الجامعة. صراحة كثير غيرت بشخصيتي وصقلت أفكاري وخلتني عندي نحكي رؤية واضحة لشو بدي أعمل بحياتي، ومن خلالها طلعت معنا فكرة مشروع اللي هو أنا حكيت واحدة من المشاريع حكيت لك عنها اسمه باراغون. فكرة المشروع إنه نقلل إهدار الطعام من خلال يكون في العرض والطلب متساويين بسلسلة توريد الأغذية، وهذا المشروع نقدر نحكي بلش من هاي المادة وتطور لأنه فزنا مسابقتين عالميتين من خلال الجامعة، واحدة اسمها بي تشينج ميكرز من شركة اتش بي، والثانية ايركس جلوبال سولوشنز اللي هي من وزارة الخارجية الأمريكية. خبرنا عن طموحاتك. صراحة بداية أول خطوة هي عم بحاول أنه تخلي فكرة المشروع اللي فزنا فيها المسابقات فكرة حقيقية، وهذا الاشي حيصير من خلال هلأ عم نحاول نجيب استثمار للفكرة إن شاء الله. إذا بتحكي على المجال البعيد، هدفي بصراحة أنه أحاول أكون عضو يعني جزء فعال بالمجتمع الأردني، أني أساعد الأردن يصير مركز للآي تي والمعلوماتية بالشرق الأوسط وبالعالم، ويكون دورنا كبير يعني بصراحة. وبحس الأردن عندها جميع المقومات أنها تكون هذا المكان بصراحة. إضافة لقناة يوتيوب وعندك عدد كبير من المتابعين. صحيح، أنا بشتغل مع زميلي لي بالجامعة على قناتين عنا على اليوتيوب، فكرتهم التعديل بالألعاب. الفكرة بنستعمل البرمجة حتى نعدل بتفاصيل اللعبة ونطلع بإشي المشاهد بده يشوف. كم عدد متابعينكم؟ عندنا قناتين تقريبا المجموع 110,000 متابع.